مساء الخير. اثنين بلتقوا واحد وحدة بتعرفوا على بعض، بخطبوا بعض وبقرروا بيوم من الأيام يتجوزوا. عشان يتجوزوا لازم يعملوا عرس، عشان يعملوا عرس لازم يخطوا قاعة، لازم يجيبوا مغني، لازم يجيبوا هيك، لازم يجيبوا هيك، ولازم يجيبوا مين؟ معازيم. مين المعازيم؟ إحنا. مين إحنا؟ كلنا. مين كلنا؟ الكل. الكل بنعزم على العراس. الكل عنده فترة بتيجي عليه كتير كتير عراس. الله يهدي البال. العراس اشي حلو. لولا العراس يعني ما كانش في عندنا هيك فرحة معينة. لولا العراس قاعات الأفراح كانت سكرت. لولا العراس صحون الحمص كانت خربت. كتير أشياء كانت بتروح من حياتنا اليومية. العراس الله يهدي البال بكل العراس. أهم شغلة بتصير معانا لما نروح على العرس إنه إحنا بنروح مبسوطين، بنروح هيك متلبسين، لابسين، حاطين ريحة، مترشرشين، النساء مزبطة شعرة وكوافير وأبصر شو شغلة من النوع، والكل مزبط حاله ورايح على العرس. أهم إشي بكيفوا بالعراس الأطفال، بتلاقي الأولاد بركضوا 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 بكل العرس، بلفوا القاعة بلفوا القاعة، والعرس كعرس فيه له كتير مميزات. يعني واحد أهم إشي بالعرس إنه الكل بدور يقعد بعيد عن السماعات. تعرفوا هاي؟ الكل بدور على محل انه يا ريت تلاقوا لنا محل بعيد عن السماعات، على اساس شو؟ انه يعني جنب السماعات ضجه وبعيد عن السماعات في غد سيمفونيات، يعني كلاسيكيات بيتهوفن وموتسارت بتعزف، فكلنا نفس الضجه بكل محل. شغله ثانيه بالعراس الزقفه، الكل مجبور يزقف، الكل مجبور يعبر عن فرحته بالعرس ويزقف، الكل مجبور يرفع ايديه ويزقف، في ناس حتى مسؤولة عنكو انه تزقفوا، في ناس بيعلموكو انه تزقفوا، في ناس بقولك ايوه هي هي زقف. بعدين بالعراس في اشي مهم، انه دائما بس يكون في فرقة او موسيقى بداية، ما حدا بعده مش بادئ العرس، في دائما عمات تنتين او خالات تنتين برقصوا لحالهم بنص القاعة بنص الساحة، ما حداش فرق معاه غير هني انه عم بحركوا الجو، وعادة بكونوا مفلسات كتير برقصوا بطريقة من هالنوع. ومرات بكون في ولد صغير لابس بدلة بابيون احمر وبيلعب كاراتيه بكل الحارة بكل الساحة تبعت لها، وامه دائما بتركض وراه تعال هون تعال هون وين رحت ذبحتني. شغلة كتير مهمة بتصير بالعراس الفوعة او الفيعة، مرات بقولوا لها فيعة فوعة، وهاي مسؤولين عنها 15 شاب حوالي العرسان بفيعوا وبقعدوا هاي هاي بوشوا بيعملوا هاي هاي بوشوا. والفيعة من مكونات العرس الأساسية، يعني تكتب لما بلحنوا غناي العرس دائما بالغنانة بيحطوا دو ري مي فا سول لا سي دو فوعة فوعة لا فوعة هي، ودائما في بالفوعة انه مجبور الكل فيع، والشباب بتفيع وكله بفيع، ودائما في مرة واقفة بيناتهم بتقول عمهلكم يا شباب عمهلكم نعرف نزقف نعرف لو عمهل، طب ما انت عارفة في فوعة زيحي عشمال شوي زيري. بالعراس بشي قاعة تكون محضر حالك، بدك تاكل صحن الحمص، حضر الخبز اللي تبقى بصحن الحمص، فجأة اجت الكاميرا خلاص ما بتروح الكاميرا بترجع بدك تاكل الحمص، اجوا اهل العرس جاع العرس مية جوع بخليكش تاكل صحن حمص. شغله كثير مهمه دائما بالعرس بيكون في شاب جاي عليك بتعرفش مين هو، بتعرفش ليش بيجي بيسلم عليك وبعبطك وبقومك وبرقص معاه وبرقص معك بوقف على الطاوله ودنيا، والكل بيسال مين هذا الشاب؟ ابن مين هذا؟ شو خصه فينا؟ وبالعرس في شغله دائما بتشوف في كرسي جاي 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 بيرفع عليها العروس وبقوم دبت الصوت والزعيق اه يما يما لا، وانا بفهم هاي الشغله لانه اشي بيرعب، او بيرفعوا العريس على الكتاف، بتعرفوها هاي؟ دائما العريس بيرفعوه على الكتف بيكون واقف قاعد على كتف حدا ومش قادر وخايف يوقع وخايف يندب، ودائما العريس لما بينزل على كتف الحدا بيسلم عليه وبيبوسه. وليش بقول له لما ببوسه؟ شكرا انك نزلتني، شكرا انك نزلتني غلبتك معي. دائما في نهايه العرس دائما في واحد بخط العريس على جنب بقول له بدي اوصيك صرت زلمه ارفع راسنا ارفع راسنا
ارفع راسنا بشو خيا؟ شو ارفع راسنا؟ يعني ثاني يوم العرس كل اهل البلد ماشيين ورافعين راسهم كله ماشي. مالك والله امبارح جوزنا واحد صاحبنا كل احترام رافعين راسنا، كله رافع راسه. رافعين راسنا. المهم كل العرس بيمشي على هذا المنوال كله، وبالاخر في ناس اواعيك زي ما فتت فيها بتطلع شيء نفس الشيء، بتفوت على عرس مبدل، اخر العرس الكل عرقان، القرفطات مفكوكه، القمصان مزعه، اللي ماشي هيك واللي ماشي هيك، ما حداش عارف مين. خلص العرس وبدور الحكي على اهل العرس، بدور ايه شو هالاكل اللي جابوه، ايه شو هالفرقه اللي كانت، ايه وبكونوا شو مبسوطين بالاول، قال لا كلها بجنن بجنن موفقين، ايه شو هذا، ايه شو هالاكل اللي جابوه، ايه بيستحوش على دمهم، ايه بجيبوش هيك، ايه لو نزلوا هيك يعنا احسن. ودائما كل حدا جوز ابنه او بنته بقول لك عرسنا لليوم بيحكوا فيه، عرسنا ما صار زيه، عرسنا الناس طلعت بلا عقل، عرسنا الناس انهبلت. أنا بتخيل بس تنين انهبلوا وتجوزوا بالآخر هن العرسان. مبروك لكل عرسان اللي بده يتجوز واللي ما تجوزوش واللي عم بحاولوا يتجوزوا. طبعا ألف ألف مبروك. أنا من ناحيتي بتعزموني باجي، بتعزمونيش ممكن أجي.